وقد أعلنت أو أعلنت حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار دوريان، ويفيد خبراء الأرصاد الجوية بأن العاصفة ستتحول إلى إعصار قوي يصل سواحل الولاية يوم الأحد أو الاثنين وفقا للتوقعات. هذا وقد رفعت السلطات في ولاية فلوريدا درجة التأهب لمواجهة الإعصار إلى الدرجة الرابعة، بينما يقوم موظفو مراكز الفضاء ومواقع الإطلاق بنقل المعدات والأجهزة من سواحل فلوريدا إلى مناطق أكثر أمنا، ويخزن الناس الماء والأدوية ويعبئون أكياس الرمل.